حضرتك وتكمل الفكرة بس عشان ما نتأخرش على تليفونات حضراتكم. معانا أستاذ كريم من الجيزة، اتفضل يا أستاذ كريم. السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم، ورحمة الله وبركاته. مساء الخير عليكم. أنا بس بسلم عليك وعلى كل الناس اللي عند حضرتك. الله يخلي حضرتك. أنا ليا سؤالين ومبادرة. اتفضل يا فندم. السؤال الأولاني، أنا مريض فشل كلوي، مسافر آخر الشهر ده رايح أعمل عمرة، هل ده خطر في موضوع الانفلونزا؟ ان انا على السن هناك برضو بقى في تجمعات. ده اول سؤال. حاضر يا استاذ كريم. تاني سؤال يا فندم. تاني سؤال، انا برضو بعد ما ارجع المفروض من العمره، المفروض ان انا احتمال كبير اعمل عمليه زرع كلى، هل في ظل الظروف او في ظل العدوى ده برضو خطر؟ لان انا المفروض بنزل من المناعه خالص اللي في جسمي عشان اقدر اعمل العمليه. طيب حاضر استاذ كريم، كنت بتقولي بقى في مبادره. المبادره بقى ان انا نفسي الامكانيه بتاعت دي حاجه بره الموضوع خالص بتاع الانفلونزا. ان انا بتكلم على امكانيه الداخليه في مراقبه الجو العام للبلد عشان الحوادث اللي بتحصل دلوقتي. ان ما فيش امكانيات، ليه ما نعملش حاجه زي 30/6/30/6 للداخليه؟ ان احنا كشعب او ان احنا كمواطنين مصريين نشارك في امكانيات ان الامن يرجع. والله انا بشكرك على فكره حضرتك وعلى المبادره والروح دي، ونطرح الامر ويمكن في حد يسمع حتى يعني يطور الفكره او يشوف ممكن تطبق ازاي. شكرا لحضرتك يا استاذ كريم، وحالا نجاوب على سؤال حضرتك. بس اسمع الاول الاستاذ عبد الله من الايوبيه، اتفضل يا فندم. الو. ايوه يا عبد الله. انا بقول بس عايز اكلم الدكتور. حاضر الدكتور سامعك يا عبد الله، قول. انا كان وانا صغير كان عندي حمى البحر المتوسط. والمناعه بتاعتي ضعيفه. وخايفه اروح، ولو مثلا حد عطس في وشي بلقط البرد ده على طول. انا خايفه اروح المدرسه، فعايز الدكتور يجاوبني. طب قول لي بيني وبينك يا عبد الله كده، خايف تروح ولا مش عايز تروح؟ لا انا عادي. عادي عايز تروح؟ ماشي يا حبيبي. انت عندك كام سنه يا عبد الله؟ 12. ماشي حاضر. حاضر يا عبد الله. طيب نجاوب الاول على عبد الله. يا دكتور يا دكاتره، يعني دلوقتي عبد الله عنده حمى، حضرتك سمعته؟ لا ما سمعتش. طيب هو حمى البحر المتوسط خده وهو صغير، فبيقول انا مناعتي ضعيفه ولو حد عاتس قدامي انا بلقط على طول، فانا خايفه اروح المدرسه احسن اتعدي، فيروح ما يروحش، المرض ده بيعدي او يعني بيخلي المناعه فعلا ما فيش خالص. اي مرض؟ حمى البحر المتوسط. يعني هو عنده حمى. كان بيقول انا كان عندي وانا صغير فخلت مناعتي ضعيفه. يعني هو خايف من اي عدوى تجيله من انفلونزا او اي حاجه الى اخره يعني. بالنسبه اللي ممكن بروفيسور هوفرت كان هاف ذس از ا ميديكال دكتور. يس اوف كورس. نعم. اتس كوايت كلير ذا اونلي بوسيبيليتي ان الامكانيه الوحيده للوقايه هو التطعيم بشكل دوري، وهذا هو الشيء الوحيد الذي لديكم. كما يمكن ان يذهب الى المدرسه ويعادي الاخرين او يلتقط عضو من الاخرين اذا عطس، او حتى قبل العدس انت تطلق العدوى قبل ان تمرض، فاي شخص يمكن ان يعدى عندما يركب الأتوبيس أو يذهب إلى السوبر ماركت أو السوق، فالعدوى تنتشر بسهولة. المناعة الطريقة الوحيدة الفعالة هي التطعيم. وخاصة إنفلونزا الخنازير النوع الجديد منها ينتشر بين السكان بين الصغار، فالصغار وخاصة الأطفال يجب أن يطعموا. And protection rate is 68% against death. وهذا يحمي أو وقد ثبت فعالية بنسبة 68% من الموت. طيب هو هل في تطعيم متاح بالفعل ضد إنفلونزا الخنازير أو إنفلونزا تيور دكتور؟ إنفلونزا الخنازير في. There's an H1N1. نعم بالنسبة لإنفلونزا الخنازير نعم هناك تطعيم. عفوا. لكن لا يوجد هناك رخصة للتطعيم الأنفلونزا الطيور حتى الآن.
طيب سؤال أستاذ كريم، إنه مريض بفشل كلوي ورايح لعمرة، يعني خايف إن هو في العمرة يعني يبقى في فرصة إنه يصاب بأي فيروس أو يعني حاجة معدية، وكمان بيقول لما أرجع لازم أعمل عملية زرع كلى، وبرضو خايف من العدوى، ننصحه أو نقول له إيه؟ هو بالنسبة للسعودية والخوف دلوقتي من الكورونا اللي هو النوفل كورونا أو الميرس اللي هو الميدل إيست ريسبيراتوري ديزيز سيندرو، المشكلة كلها إنه المرض ده بيجي للإيميونو كومبرومايزد. إيميونو كومبرومايزد يعني إيه؟ الناس اللي عندهم فشل كلوي، الناس اللي عندهم مشكلة في الكبد، الناس اللي عندهم ضغط، عندهم سكر، كل الست الحامل هم دول معرضين للعدوى. فاحتياطيا هو ياخد البريكوشنز كلها ديت، ويحاول ما يختلطش، ويحاول يحمي نفسه باي اسلوب. يعني اعتقد ده هو ده الحل الامثل، لان المشكله في النوفل كورونا ما يصيبش الا هذه النوعيه من الناس. فبحضرتك ده الحل الوحيد بالنسبه له. اما ان هو طبعا هو ما فيش فاكسين لحد الان بالنسبه للكورونا، والانفلونزا ممكن ناخد فاكسين انفلونزا الموسمية. هي موجودة عندنا في مصر، انه يعني اول ما اتقال ان في حالات مصابة بكده طلع بعدها على طول نفي، مبقناش عارفين الحقيقة فين يا دكتور. والله هو لحد الان احنا انا برضو ما عنديش اي فكر، لان العملية زي ما قلنا حضرتك عاوزة نوع من الشفافية، وضروري يحصل فحص ونعمل حاجة اسمها سيرفيلانس اللي هي عملية الاستقصاء، ان احنا نعمل اكبر عدد من الناس ونشوف كل الناس اللي بيصابوا الأعراض التنفسية زي ما قال الدكتور أحمد قبل كده، هل هو إنفلونزا، هل هو كورونا، هل هو برا إنفلونزا، هل إلى آخره. ده لا يتم إلا باستخدام الطرق المتقدمة، ويكون عندنا كل الوسائل لتشخيص هذه الأمراض. ودي بيسموها أنا ناشنال بيز على مستوى الجمهورية، مش مجرد إن أنا حالات سكاترد هنا وهنا وهنا، لا دي بقى على مستوى الجمهورية. إنها نعمل حملة للإنفستيجيشن أو استقصاء للأمراض، سواء أمراض وبائية في الكبد أو في التنفسية إلى آخره. وده عاوزة إمكانيات والناس تشتغل، وإحنا مستعدين نديلهم الإمكانيات اللي عندنا من الناحية العلمية والتكنولوجي وإلى آخره، أفيلابل في كل حتة الوقت.